السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام حامد، موبايل ابلكيشن ديفلوبر، فلاتر، زامرين، كمان دوت نت ماوي. النهارده يا سيدي هنتكلم عن ريسيت باسورد عن طريق الميل في خلال سطر واحد بس عن طريق الفاير بيز. تعال بينا نشوف. استكمالا لفيديو الفاير بيز اس اللي احنا كنا شغالين فيه، تعال اما نعمل بسرعه كده ريسيت باسورد. حلو، انا هنا مثلا سجلت بايميل وباسورد وانا نسيت الباسورد. تعال اما نشوف ايه اللي هيحصل على بال ما الابلكيشن يرن. انا شغال الفيديوهات السابقه. تعال اما نعمل فانكشن كده سريعه هنسميها ريسيت باسورد مثلا، واعمل الفانكشن دي بسرعه. الفانكشن ده هتبقى عباره عن ايه؟ هقول له اي سينك اعمل لي ريسيت. حلو، اويت فايربيز اس يعمل لي انستنس ليها، بعد كده اقوم قايل له سند باسورد ريسيت ايميل واحط فيها الايميل بس كده. لا، هنا كنترول اس، ارجع على الهوم وقول له هنا كنترولر دوت ريسيت باسورد لحد كده. في حاجه صعبه؟ تعالى يا سيدي برضه مرن مره تانيه. انا هنا حطيت في الفانكشن وهعمل ريسيت باسورد. طيب عقبال ما يخلص رن، او خلاص خلص رن، اول ما انا هعمل الريسيت باسورد المفروض الرساله هتتبعت لي على الميل بتاعي اللي انا هسجله. تعالى مسجل الميل بتاعي. الميل بتاعي هو سيدي حسام دوت الزغبي 2021@gmail.com. لحد كده جميل. تعالى نعمل ريسيت باسورد. تعالى كده اما نتشيك الميل عندي نشوف هل اتبعت رساله ولا لا. فعل، الرسالة وصلت بالريسيت باسورد. مفروض الرسالة ايه؟ وطبعا هتعمل فولو لللينك عشان تعمل ريسيت الباسورد ده من فاير بيز. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ومتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. كده الفاير بيز ما عادش فيها كتير، خلاص بنفنش فيها. ويا رب تعجبك الفيديوهات. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام عليكم.